نحن متعودون على العمليات الحسابية التقليدية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة، وقد رأينا عدة طرق كيف نمثل هذا، ولكن ما سوف نعمله في هذا الفيديو هو ممتع نوعا ما. في الواقع سوف نقوم بتعريف عملياتنا الحسابية الخاصة، وما هو رائع في ذلك هو أنه يبين لنا مدى اتساع الرياضيات، وبالمنطق العملي حقيقة هو شيء يمكن أن تراه في بعض الامتحانات المختلفة، والسبب وراء قيامنا بذلك هو أنه يمكنك أن تقدر أن هذه ليست العمليات الحسابية الوحيدة الموجودة بالإضافة إلى الأسية وكل هؤلاء، وأنه في الرياضيات يمكنك تعريف مجموعة كاملة جديدة من العمليات الحسابية. دعونا نعرف إكس ماسة إكس ماسة واي، وأنا سوف أعرفها على أنها 5 إكس ناقص واي. فيمكنك أن ترى كنوع من تعريف الاقتران، ولكننا نعرفها باستخدام عملية حسابية ما. بالتالي إذا كان لدي إكس ماسة واي من خلال تعريف، فقد عرفنا هذه العملية الحسابية، وهذا يعني أن هذا سوف يساوي 5 إكس ناقص واي. فباستخدام هذا التعريف ماذا سوف يكون نتيجة 7 ماسة 11؟ 7 ماسة 11. حسنا، فقط نذهب للتعريف. 7 ماسة 11، فبدلا من إكس لدينا 7، فهي سوف تكون 5 ضرب 7، 5 ضرب 7 ناقص، وبدلا من واي لدينا 11. بالتالي إحدى الطرق للتفكير فيها هي أنه حسب التعريف كلما نجد إكس سوف نبدلها ب7، وكلما نجد واي نبدلها ب11. بالتالي لديك ناقص 11 هنا، دعوني أوضحها. فهذه 7، وهذه 7 هي نفسها هذه 7، وهذه 11، هذه 11 هي هذه 11 هنا، وثم نجد قيمة ذلك ومنها 5 ضرب 7 35. بالتالي هذه تساوي 35 ناقص 11 وتساوي 24. بالتالي 7 ماسة، لا هذه ليست، إذن 7 ماسة 11 تساوي 24. ويمكننا أن نعرف أشياء أخرى، يمكننا أن نعرف شيء جنوني مثل دعوني أعرف A. حسنا، لقد ذكرت النجمة، فسوف أستخدم نجمة A، نجمة سوف أكتبها هكذا A، A نجمة B، لنقل أنها هذا نفس، لا أعلم، A على A زائد B، إذن نفس الفكرة. ماذا سوف تكون، ماذا سوف تكون، ماذا ستكون 5 نجمة 6؟ حسنا، نعود للتعريف. فحسب التعريف أينما نجد A سوف نبدلها ب5، وأينما نجد B نبدلها ب6، فهذه سوف تساوي 5 على 5 زائد 6 A زائد B. A هي 5 و B هي 6، بالتالي على 5 زائد 6، فهذه ستكون 5 على 11. 5 على 11 ثم يمكنك أن تركبهما. لم نقم بتعريف نظام معين للعمليات الخاصة بهذه العمليات الحسابية، بالتالي سوف نكون حذرين عندما نستخدم الأقواس، عندما نقوم بوضع هؤلاء مع بعضهم البعض. لكن يمكنك أن تقوم بشيء مثل، شيء مثير للاهتمام، مثل -1 ماسة بين أقواس 0 نجمة 5. ومرة أخرى فقط نركز على الأقواس لأنها الشيء الوحيد الذي يخبرنا من أين نبدأ أولا، لأننا لم نجد
لأننا لم نعرف إذا كانت الماسة لها الأولوية على النجمة أو أن النجمة لها الأولوية على الماسة. بنفس الطريقة لدينا عندما نقول أن الضرب يسبق الجمع، لم نعرف ذلك لهذه العمليات الحسابية، ولكن هذه الأقواس تساعدنا على تحديد ذلك. بالتالي علينا أولا أن نجد قيمة هذه الأقواس. لدينا 0.5، هذا الصفر لأنه الآن يمكن أن نتعامل مع هذه الصفر على أنه A والخمسة هي B، بالتالي هذا سيكون 0 على 0 زائد 5 على 0 زائد 5، وهو فقط سوف يساوي 0، أي أن هذا هنا سوف يكون فقط 0. بالتالي هذه العبارة كلها تصبح -1 ماسة، هذه الماسة هنا ماسة 0. والآن سوف نذهب إلى تعريف العملية الحسابية ماسة. حسنا، هذا يساوي 5 ضرب الرقم الأول في العملية الحسابية أو الحد الأول الذي عرفناه في العملية الحسابية. أعتقد أنه يمكنك التفكير فيها. بالتالي 5 ضرب ذلك فسوف تكون 5 ضرب -1، وإكس هي -1 ناقص واي. حسنا، واي هنا هي 0 ناقص 0. بالتالي 5 ضرب -1 تساوي -5. وسوف ترى الفكرة هنا هو أن تشعر بالارتياح عندما تعرف العمليات الحسابية الجديدة مثل هذه، ولا تشعر بالرهبة إذا رأيت فجأة ماسة وهم قد عرفوا الماسة لك وتبدو كأنك لم تراها من قبل وفي الواقع هم قد عرفوها لك. بالتالي يجب ألا تقول أنك لم ترى الماسة، فقط يجب أن تقول حسنا لقد عرفوا هذه الماسة. وهكذا يمكنني أن أستخدم العملية الحسابية، وفي بعض الأحيان سوف ترى أشياء مثل دعوني أرسم، فيمكنهم أن يعرفوا، لا أعلم إن كنت ستعتبره عملية حسابية، ولكنك سترى مثل ذلك. وحسب التعريف إذا كتب رمز مثل هذا ووضعوا A B C، دعوني أكتبها هكذا A B C D، ويقولون أن هذا نفس A D ناقص B وكل ذلك على C. ومرة أخرى هذا مجرد تعريف، لديهم هذه الطريقة الرمزية الغريبة لتمثيل هذه المتغيرات هكذا، ولكنهم يعرفون كيف يمكنك أن تجد قيمة هذا التعبير الجنوني. وبالتالي لو أن شخص أعطاك أو طلب أن تجد قيمة هذه الماسة، طلب منك أن تجد قيمة هذه الماسة، عليك أن تجد قيمتها. بالتالي تجد قيمة هذه الماسة حيث أنه لدي هنا في أجزائها الصغيرة -1 5 3 2، فقط علينا أن نستخدم التعريف لنجد قيمة هذه الماسة. وبالتالي نقول أنه كلما نرى A فهي ستكون -1. بالتالي لدينا -1 ضرب ضرب D، حيث أن D هي القيمة هنا. في الجزء الأسفل من الماسة، إذن دي سوف تكون 2، دعوني أكتب ذلك، هذه A وهذه B وهذه C وهذه D. بالتالي ستكون -1 ضرب 2 ناقص B، و B هي 5 ناقص 5 وكل ذلك على C وهي 3. بالتالي هذا سوف يساوي -2 ناقص 5 وهو -7 على 3. ربما لا يعجبك ذلك وربما هذا شيء ممتع. فإذا توفر لديك الوقت عرف العمليات الحسابية الخاصة وشاهد إلى أي حد يمكنك أن تبدع بهذه العمليات الحسابية.